لسه اتكلمنا عن رياضة تحديدا كأس العالم ما زال مستمر، وتابعنا امبارح عودة قوية للمنتخبات الأفريقية بعد تعادل مثير للكاميرون وفوز مهم لغانا، كمان كان في فوز مهم جدا للبرازيل على حساب سويسرا، أيضا البرتغال على أوروغواي ضمن الصعود لدور ال 16، يعني طبعا يضمن ليها الصعود لدور الثاني. ده كان أبرز نتائج اليوم الختامي من الجولة الثانية لدوري المجموعة. خلينا بقى يعني نشوف كده ايه اللي هيحصل النهارده. النهارده هتبدا ماتشات الجوله الثالثه من دوري المجموعات في المجموعه الاولى، في ماتشين مهمين جدا في وقت واحد الساعه 5، قطر مع هولندا والسنغال مع الاكوادور، والمجموعه الثانيه مواجهه كمان هامه بين ايران وامريكا للبحث عن بطاقه التاهل لدور ال 16، ولقاء اخر بين انجلترا وويلز. خلينا نتكلم اكتر مع الاستاذ عبد الله خاطر الناقد الرياضي عن كل هذه التفاصيل، ايه اللي هيحصل النهارده، ايه اللي حصل امبارح. صباح الخير عليك نورنا، صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير استاذ جمانه، وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب، قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن مباريات امبارح والعوده القويه والاداء القوي للمنتخبات الافريقيه، خليني اعرف من حضرتك كده الاول ملخص سريع لرؤيتك مباريات امس الجوله الثانيه لدور المجموعات. يمكن مباراة الأمس يمكن كان كلها قمة في الإثارة، قمة في الندية، بداية مثلا من منتخب الكاميرون اللي كان متأخر 3-1 قدام صربيا. طبعا أنا توقعت خلاص انهيار الأسود ومش مش هيقدروا يرجعوا بالشكل ده، لكن طبعا كانت المفاجأة السعيدة بالنسبة لنا كأفارقة وكمصريين، منتخب الكاميرون قدر إن هو يعمل رومونتادا رائعة جدا، قدر إن هو يخرج بنتيجة التعادل. كنا طبعا نتمنى ان هو يحقق الفوز، لكن احنا طمعين يعني شويه على اساس ان احنا محتاجين ان يكون المنتخبات العربيه والافريقيه ما تكونش اكملت عدد، انا صحيح. محتاج ان هم يكون ليهم مكان مهم جدا في الادوار الاقصائيه، ادوار من بدايه من دور ال 16. احنا بقى لنا يمكن اكتر من كاس عالم لا المنتخبات الافريقيه مش بتادي الاداء اللي احنا منتظرينه. يعني احنا لو مثلا نرجع بالتاريخ لورا شويه سنه مثلا 90، شفنا مثلا الكاميرون ومصر عملوا اداء اكتر من رائع، شرفوا الكره الافريقيه بشكل كبير جدا، ويمكن بناء على ده قدر ان مقاعد افريقيا تزيد في كاس العالم ساعتها من مقاعدين الى 3 مقاعد قبل ما توصل لخمس مقاعد لما المونديال بقى 32 منتخب. فاحنا محتاجين ان الوطن العربي او المنتخبات العربيه بالفعل انها تشرفنا في بطوله كاس العالم، ما نكونش مجرد ان احنا مشاركين بس 3 مباريات الدور الاول، لا محتاجين ان احنا ننافس شويه على البطوله. عندنا عندنا لعيبه مميزه جدا، شفنا مثلا منتخبات المغرب وشفنا يعني مصر قبل كده مثلا، ومنتخبات السعوديه بصراحه بتادي اداء مشرف واداء رائع جدا. صحيح. طب ده بالنسبه للمجموعه العربيه، لكن بالزبط. لو بصيت للمجموعتين اللي فاتوا، ابرز المنتخبات اللي من وجهه نظرك ممكن نراهن عليهم، وابرز اللعيبه ايضا اللي ممكن نراهن عليهم؟ ابرز المنتخبات اللي راهن عليها لغايه هذه اللحظه عربيا المغرب. المغرب عملت مباراه رائعه قدام بلجيكا، قدرت انها تفوز 2-0 بجداره. افريقيا افريقيا انا عندي السنغال الى حد ما ماشيه بشكل كويس جدا. غانا امبارح قدمت مباراه ولا اروع قدام الشمشون الكوري، كان اداء مميز جدا من جميع اللاعبين، من المدرب، في فكر عالي قوي، في اداء مميز فعلا، منتخب تقدر تراهن عليه وتقول ان هو قادر على ان هو يدخل الادوار الاقصائيه، وان هو فعلا يظهر الكره الافريقيه بالوجه المميز بتاعها. فرنسا اوروبيا؟ فرنسا اوروبيا طبعا ما فيش شك ان منتخب فرنسا بيدافع عن اللقب، فبالتالي انا برشح فرنسا ان هو يكون النسخه دي هو الاقرب للبطوله حتى هذه اللحظه. انا شايف منتخب فرنسا عنده مجموعه كبيره جدا من اللاعبين رغم غياب بنزيما، لكن مش شايف ان الفريق متاثر، لا بالعكس الفريق عنده عناصر مميزه جدا، عنده لعيبه ومش كبار، لا بالعكس يعني صغيرين في السن قادرين ان هم يؤدوا الاداء المميز جدا اوروبيا. فانا من وجهه نظري انا برشحهم ان هم الاقرب للقب النسخه الحاليه. طيب هنتكلم بقى على كل كده مباراه، وتحديدا طبعا هبدا بماتش الكاميرون وصربيا. يعني الماتش خلينا نقول ان الكاميرون كانت متقدمه في الشوط الاول بهدف. أيوة. بعدين في الوقت الاضافي للشوط الاول صربيا فاجئتهم بهدفين. بالظبط. انا عايز اعرف من حضرتك بقى فكره هذا التعادل مثير ومباراه قويه جدا، شفت المباراه ازاي؟ شفت فكره المجريات وزي ما نقول كده التويست اللي حصل انه جونين في وقت اضافي للشوط الاول؟ يعني كلمنا بقى عن المباراه دي امبارح كانت ايه شكلها؟ قبل ما نتكلم بقى عن المباراه، في احداث في كواليس المباراه.
في أزمة حصلت ما بين الحارس الأساسي والمدير الفني للمنتخب الكاميرون سونج، وأدى إلى أنه هو يستبعد الحارس الأساسي من تشكيلة الفريق، ويمكن اللاعب خرج بره القائمة تماما وخلاص قرر أنه هو مش هيكون متواجد مع المنتخب. نعم نانا بالضبط كده. فأنا أعتقد أن أزمة زي دي لما تحصل في قبل المباراة مباشرة دي ممكن تأثر على معنويات اللاعبين. طبيعي جدا. طبعا انا كمدير فني لازم الكلمه الاولى والاخيره ليا كمدير فني. لسه هسالك السؤال ده، مش المفروض كمدير فني برضو كلاعب لا يحق لي اني يعني اتناقش على الاقل في وقت زي ده؟ بالظبط. هو طبعا انا كمدير فني المفترض حتى اي حاجه من الحاجات دي بتكون قبل يعني بعد المباراه اللي فاتت مباشره، وقبل المباراه او ليله المباراه ببدا الهدوء بقى، ببدا التركيز بقى حاجات ثانيه معينه. فانا ما اعرفش سونج يعني مثلا هل هو قله خبره ولا ايه بالظبط، ان انا ادخل في كلاش صدام مباشر، صدام قوي جدا مع الحارس الاساسي بتاعي. انا اعتقد ان ده طبعا تصرف غير منطقي وغير محسوب، يعني لان احنا انا كمدير فني الموضوع مش فني بس، احيانا العمليه النفسيه والحاجات دي يعني لها تاثير اكتر من طبعاً العمليه الفنيه طبعاً. تماما. فدي طبعا ازمه كبيره جدا. غياب الحارس الاساسي اعتقد يمكن احنا شفنا برضو أداء الحرس الاحتياطي ما كانش على نفس المستوى. فده طبعا ليه تأثير، وتأثير انعكس بشكل كبير جدا على أداء منتخب الكاميرون. أعتقد أن لو كانت الأمور مستقرة داخل صفوف المنتخب الكاميروني أنا متهيألي كان هيحقق فوز، وفوز مريح بالأمس. أسود الكاميرون بالظبط كده. طبعا لأنه فريق كبير. طبعا. شفنا مثلا صعوده لتأهل كأس العالم على حساب الجزائر، أنه يبقى يعيد تأخره أنه يفوز على الجزائر في الجزائر. فأنا أعتقد أن ده مش منتخب عادي، لا منتخب مميز جدا، منتخب كبير، ودايما الكاميرون يمكن على الساحه الدوليه كمان بتقدم كره عالميه. طب وليه ليه المفاجاه اللي حصلت قدام صربيا؟ ازاي يعني تتلقى شباكهم ثلاثه اهداف؟ ما هو انا بقول لحضرتك يعني اولا التنشنه اللي حصلت دي ليله المباراه او قبل المباراه مباشره، اضافه الى ان الحارس البديل ما كانش على نفس مستوى الحارس الاساسي، ده كان له تاثير، وتاثير سلبي كبير جدا. لما اتاخروا 3-1 انا ما توقعتش ان هم يرجعوا بصراحه، يعني كان صعب جدا ان هم يرجعوا بالشكل ده، لكن ان هم يرجعوا بالقوه دي ده شيء رائع جدا، شيء مميز. انا احسدهم بصراحه عليه، لكن للاسف الشديد طبعا هم في الجوله اللي جايه هتبقى المهمه عندهم صعبه جدا جدا جدا، لان مصيره ما بقاش بايديه، هو عنده نقطه واحده فمصيره مرتبط بان سويسرا يعني كمان تخسر. ومنتخب سويسرا على فكره من المنتخبات اللي بتأدي بشكل قوي جدا، يعني شفناه كان ند قوي جدا بالنسبه لمنتخب البرازيل. فكنت اتمنى ان الفوز امبارح يتحقق بالنسبه للكاميرون على اساس ان يكون مصيرها في ايديها في المباراه اللي جايه، وتقدر ان هي تاخد بطاقه لدور ال 16. لكن انا يعني ما اعرفش هل تحصل المعجزه؟ انا شايف ان الموضوع هيبقى صعب. تفتكر احنا لسه بنتكلم عن الكاميرون، تفتكر سونج ممكن يعني يتحمل نتيجة هذا التعادل؟ يعني شفنا مثلا من الحاجات برضو اللي كان عليها علامات استفهام انه قعد ابو بكر يعني ما قعده، وبعدين نزل، اول ما نزل صنع هدف وجاب هدف بالظبط. فهل هو يتحمل مسؤولية التعادل؟ يمكن لو كان ابو بكر نزل من بدري شوية كان ممكن مجريات المباراة تختلف. انا ما بتفق مع حضرتك تماما في النقطة دي، لان ابو بكر من اللعيبة المميزة جدا، هداف كبير طبعًا. وهداف مميز، واحد من ابرز اللعيبة اللي موجودة في منتخب الكاميرون. فانا لما يكون عندي زي لاعب زي ده يمكن دايما ببدا بالقوة الضربة بتاعتي، انا كمدير فني ببدا بالقوة الضربة بتاعتي على اساس ان انا لو قدرت ان انا احقق تقدم في البدايه اعتقد ان ده بيريحني بشكل كبير جدا. فانا شايف ان في علامات استفهام كتيره جدا بالنسبه لسونج، هل من الممكن ان اكون اخر مشوار لي مع المنتخب الكاميرون، خاصه ان رئيس الاتحاد الكاميروني النجم كبير جدا، نجم عالمي صامويل ايتو. انا شايف ان طبعا اكيد بكل الامور دي بيرصدها بشكل كبير. سونج ما قدرش ان هو يحافظ على بطوله افريقيا اللي كانت بتتلعب في الكاميرون، خرج قدام مصر، شفنا يمكن الحمد لله يمكن كان مصر ساعتها يعني اداء مميز وقدر ان يتخطى. فانا شايف ان الكاميرون مش في تقدم، لا بالعكس. صحيح. انا مش شايف ان يعني لا بتتراجع الى حد كبير. طب في مفاجاه ثانيه في المونديال، منتخب سويسرا ما حدش توقع، ما حدش سمع قبل كده عنهم. يعني امبارح البرازيل فازت بهدف واحد وفي اخر لحظه بالزبط. وكان المنتخب السويسري منظم جدا وقادر يعني يسيطر على مجريات المباراه امام منتخب البرازيل، بنتكلم يعني برضه في تايكون كبير طبعا. هل يعتبر ظهور منتخب السويسري رغم الهزيمه بهذا الشكل مفاجاه لينا برضه؟ هل نحسبها او
بالنسبه للشارع الكروي مفاجاه ومفاجاه كبيره جدا. لكن احنا بالنسبه لنا انا يعني متابع منتخب سويسرا، لا انا شايف ان منتخب سويسرا في اخر 10 سنين بيتطور وبشكل كبير جدا، بقى عنده لعيبه مميزه حتى على مستوى المدربين. منتخب سويسرا كمان عنده مدربين على مستوى كبير جدا، يمكن شفنا هنا عندنا مثلا جروس لما مسك الزمالك، لا مدرب كبير، مدرب مميز، مدرب عنده فكر. فاذا الكره السويسريه انا شايف انها بتتقدم بشكل كبير جدا. في دول ما كانش عندها اهتمام بكره القدم، على سبيل المثال مثلا زمان لما كنا نسمع عن اليابان وكوريا الجنوبيه وامريكا، كره القدم دي بالنسبه لهم مش موجوده تماما في الحسابات. لكن لاحظنا ان في اخر 20 سنه مثلا، لا اليابان بقى منتخب عالمي ومنتخب كبير جدا، كوريا الجنوبيه بقى منتخب كبير جدا. شفنا مثلا اليابان قدرت انها تتفوق على المكانات الالمانيه باداء رائع مميز جدا جدا جدا. شفنا ايضا امريكا بتتطور، ايضا سويسرا من هذه المنتخبات اللي انا شايف انها بتتطور بشكل كبير. كره القدم يعني شايف انها بتتغير على مستوى العالم. نتمنى احنا كمان كعرب ان احنا نتغير ونمشي في هذا التغير، وان احنا يكون لينا باع وباع كبير جدا في الفتره اللي جايه. طبعا نتمنى. طيب بما احنا برضو بنتكلم عن البرازيل، يعني البرازيل منتخب قوي جدا ومش من دلوقتي يعني، لا من زمان يعني، خلينا نقول ان هو ايكون او يعني ايقونه لكاس العالم، طول عمره مرشح للقب. بالظبط البرازيل معروف يعني. البرازيل طبعا. بالظبط لاتين امريكا. بس شايف انه اداؤه في النسخه دي من كاس العالم، اداء البرازيل المعهود ولا في تراجع؟ لا في تراجع. ولا في تحسن في اداء المنتخبات التانية؟ لا هو في تحسن في المنتخبات التانية، لكن الكره البرازيليه برضو بقى لها فتره طويله قوي مش ده منتخب او مش دي الكره البرازيليه. يعني احنا من زمان الزمن دايما احنا مصريين نحب الكره البرازيليه قوي قوي قوي، نعشق الكره البرازيليه، لكن انا مش شايف الكره البرازيليه على الساحه العالميه بنفس اللي احنا كنا بنشوفه مثلا في السبعينات والثمانينات. لا لا خالص، في تراجع. الدليل اللي على كده حضرتك مثلا لما شفنا كاس العالم اللي كانت بتتلعب في البرازيل، حد كان يتوقع ان البرازيل لما تكون البطوله على ارضها انها تتغلب من المانيا بالسبعه؟ ده كان بدايه الانهيار او بدايه مؤشر الهبوط بالنسبه لمنتخب البرازيل في 2014. فمعنى ان البطوله دايما مثلا في منتخبات كده يعني مثلا على مستوى الافريقي، البطوله لما تكون في مصر صحيح مصر الاقرب، بطوله في البرازيل موضوع منتهي. لو في امريكا الجنوبيه حتى هتلاقي دايما البرازيل هي الاقرب. ايوه صحيح. فانا شايف ان لا البرازيل في السنين معلومه هذا الامر. بس خليني اروح سريعا للعاصمه القطريه الدوحه، على هامش كاس العالم في مجموعه من الصور اللي بيتم تناقلها عبر العالم وبتكون لقطات مميزه جدا لزملائنا المصورين الصحفيين. يعني المصورين الصحفيين ليهم قيمه كبيره عندنا جدا، الكادر الجميل والصوره الحلوه هم صناع هذه الصوره، هم صناع هذا الكادر، سواء كانت اللقطه دي لقطه مشجع اثناء لحظه فرح او لقطه حزن، ممكن تكون لقطه لعيبه وقت احراز الهدف، لقطه اصابه. شفنا صور زي إصابة نيمار في أول ماتشات البرازيل ضد صربيا، واللي صورها زميلنا المصور الصحفي المصري فريد قطب ومؤسس وكالة فوتوغرافيا للتصوير الرياضي، وهو معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا أستاذ فريد، ويعني طمنا على مغامراتك الصحفية، عملت إيه؟ كنت عملت إيه امبارح في ماتش البرازيل؟ و أجواء كأس العالم عاملة إيه من خلال عدسة الكاميرا بتاعتك؟ صباح الورد مصطفى، صباح الورد جمالة، شكرا على التقديمة الحلوة دي. أول حاجة يعني البطولة السنة دي أجواءها يعني حلوة قوي، مختلفة، وماتش امبارح كان حقيقي. هو طبعا البرازيل انت قلت يعني قلت مقدمة يعني عن البرازيل ان هم حقيقي يعني النسخة دي أو النسخة اللي فاتت مش أقوى حاجة، مش دي البرازيل بتوع رونالدو رونالدينيو وكل الناس ده، بس برضو البرازيل يعني لو عظم في أوروبا ما حدش يبقى مكروههم يعني، هم ما بيهرجوش يعني، هم أصلا مولودين راضيين كورة. فبس امبارح الأجواء طبعا جميلة جدا، البرازيل يا جماعة مختلفين جدا في تشجيعهم، في لبسهم، في جمهورهم، في طريقتهم، في الباصه، لا مختلفين، بيعملوا جو حلو قوي. ليهم طقوسهم كده. بالظبط، هم ليهم طقوس كده، ليهم طبخه معينه بيعملوها في الملعب مختلفه عن باقي الجمهور يعني. هم جمال قوي
ولاعبيهم حلوين قوي يعني. طب يعني انت رصدت ده ازاي من خلال عدسه الكاميرا بتاعتك؟ انا بتعمد يعني من اكتر الفرق اللي انا بحب ان انا اوصل الملعب بدري شويتين هو البرازيل يعني. البرازيل لا يعني مهم قوي ان انا اوصل الملعب يعني بدري عشان خاطر ارصد كم الالوان الجميله وعلى فكره منظمين جدا يعني مثلا هم تقريبا حتى الان هم الفريق الوحيد في كل المنتخبات اللي عملوا تيفو كده وحطوا كده تيشرت كبير قوي وفي في 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 المدرجات مع النشيد الوطني في يعني في المدرج يعني فهم لا هم منظمين جدا يعني. احنا شايفين الصور يا فريد معانا يمكن زي ما كنا بنتكلم فكره انه الصوره بتسجل لحظات ممكن احنا ما ناخدش بالنا حتى لو احنا بنتفرج ونكون دقيقين جدا. خليني طيب بس اعرف منك انت بتغطي تحديدا مثلا ماتشات المجموعه السبعه اللي فيها من ضمنها البرازيل ولا بتغطي مجموعات مختلفه؟ يعني عايز اعرف منك بتغطي ماتشات ايه تحديدا؟ لا انا امبارح الصبح كنت في ماتش اقوى ماتش في البطوله كان الكاميرون وصربيا ماشي ويعني كان الساعه 1 بتوقيت الضحى وبعدين اتحركت على ماتش الساعه 7 اللي هو كان البرازيل. فانا بيبقى عندي يعني بغطي كل الماتشات بس طبعا بسجل هو في اليوم في اربع ماتشات انا ما ينفعش كمصور ان انا اخذ غير ماتشين بس في اليوم. يعني واحده واربعه او لا واحده وسبعه او اربعه وعشره. من النهارده ان شاء الله خلاص هيكون خلاص الماتشات هيكون من الساعه 6 او الساعه 10 هم بس ماتشين. طب اخش بقى في تفاصيل شغلك يلا بينا حته صغيره كده اعرف منك سر عشان تطلع الصوره بقى قول لي انت بتستنى يعني بتستنى مثلا فوز معين بتستنى وقت معين ولا بتبقى دايما ستاند باي في اي لحظه ان انت تلقط صوره ومش عارف هتطلع عامله ازاي؟ طب انا يعني هديكي مثال كده وسر بسيط. بصي انا دلوقتي قبل اي ماتش لازم او اصلا قبل اي بطوله لازم احضر كل فرقه وكل منتخب وده طبعا مش انا اللي بعمل ده لوحدي. انا في صديق ليا اسمه محمد عباس ده حد متخصص في التفاصيل وفي الكواليس. يعني مثلا هديكي مثال انا في ورقه حاططها عندي على الفيسبوك بعد ماتش السعوديه والارجنتين كاتب لي كده من ضمن الكلام طبعا انا معايا 32 ورقه ب 32 منتخب هو كاتبهم لي وكل يوم فويس نوت يقول لي خلي بالك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. يعني مثلا فقال لي ايه؟ قال لي كده في جمله يا فريد سالم الدوسري الوحيد اللي عنده حلول وهو اللي حل الموضوع. فانا بكون مركز يعني مثلا قال لي مثلا في ماتش قال لي يا فريد كلمني قال لي يا فريد خلي بالك هازارد وزنه زايد حاول تبرز صوره وزنه الزائد يا فريد خلي بالك من كذا. فلا طبعا محمد عباس على طول معايا بيديني الهنتات اللي تخليني اركز في ده وخليني كل يوم بذاكر الماتش ايه اللي عندي واذاكره افضل لقطه. طيب يا فريد خدتها سواء كانت لقطه عفويه او لقطه انت رتبتها في المونديال. بص هي يعني في لقطه انا اعتقد انها لا توصف تاني وانا ما اعتقدش ان انا حصلت قبل كده واصلا في انا حصل معايا. انا كنت صورت كاس العالم في روسيا وكنت حلمت قبل كاس العالم حتى ده كنت حاطط بوست عندي قبلها باربع خمس شهور ان انا حلمت ان صورت ميسي صوره ما صورهاش قبل كده. تمام. حصل في ماتش فرنسا والارجنتين في كاس العالم في روسيا صورت صوره لحظه انكسار مش يعني قويه جدا بس انا حاسس ان الحلم اتحقق في ماتش السعوديه والارجنتين. لو الصوره عندكم ممكن تعرضوها وميسي واقف ولاعب المنتخب السعودي اللي اسمه دلوقتي مش مجمعه وهو بيزقر قدام ميسي بعد هزيمه غير متوقعه واعتقد انها ممكن ما تحصلش تاني. لو السعوديه لعبت الارجنتين 20 مره هتخسر 20 مره. صحيح. فالصوره نفسها فعلا. الصوره نفسها دي انا بالنسبه لي خلاص بقى انا الم حاجتي واروح على عنوان المباراه. هي عنوان المباراه خلاص جبرت
الحمد لله جبرت خلاص. فطبعا دي بالنسبه لي انا ما اعتقدش ان في صوره ممكن تيجي يعني انا احبها اكتر من دي يعني. فالحمد لله يعني. طيب يعني فريد قطب طبعا مصور الصحفي ومؤسس وكاله فوتوغرافيا، بنشكرك شكرا جزيلا، ولسه مستنيين بقى صور كتير طبعا طول ما المونديال مكمل وطول ما كاس العالم مكمل، مستنيين صور تانية كمان كتير ولحظات مهمه انت بتسجلها بالعدسه الخاصه بتاعتك. نشكرك جزيل الشكر مره تانية. هرجع لحضرتك مره تانية يا استاذ عبد الله، بما ان حضرتك كمان صحفي واحنا لسه بنتكلم عن الصحافه والفوتوغرافيا وتسجيل اللحظات المهمه، يمكن الصور دي هي اللي بتقعد معانا بقى بتكمل معانا سنين. طبعا في صوره معينه ان كان في هذه النسخه من كاس العالم او في اي نسخه تانية، صوره بالنسبه لك محفوره في ذاكرتك او صوره اكتر صوره لفتت نظرك؟ لا، بالنسبه لنا احنا يمكن كصحفيين بالنسبه لنا الصوره شيء مهم جدا جدا جدا، وخاصه في المجال الرياضي. بمناسبة الصور، يمكن دايما مصور الرياضة بالذات بيختلف عن أي مصور تاني، لأن صورة الحركة من أصعب الصور بالنسبة للمصور. صحيح. أنا في صورة بالنسبة لي بقى مش في كأس العالم لكرة القدم، لا، في كأس العالم لكرة اليد للشباب سنة 93 اللي كانت موجودة في القاهرة، اللي احنا أول منتخب خارج أوروبا يفوز بكأس العالم. في صورة كان عملها المرحوم الأستاذ عادل حسني، كان في جريدة الأخبار وأنا ساعتها كنت في جريدة الأخبار الله يرحمه، صورة جوهر نبيل وهو بيسدد كورة على منتخب كرواتيا أعتقد في المباراة النهائية. الصورة دي أنا شفتها صورة عالمية، ساعتها كنا بنعمل مجلة لكرة اليد، خدناها صورة الغلاف، أقسم بالله صورة عالمية. من الصعب جدا 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 ان المصور ياخد صوره، يعني الصوره ما تتحكيش، لازم تتشاف، صوره عالميه فعلا. دي خدناها غلاف. الصوره دي انت اصلا لما بتقعد تبص فيها انت بتعملها موفي او بتعملها فيلم في دماغك، يعني بالزبط. بتتنبأ قبلها كان ايه وبعدها كان ايه طبعا. لما يكون الفريم واقف في لحظه معينه. واحد على فكره المصور الصحفي الشاطر كمان بيختار الموقع اللي يقعد فيه بناء طبعا. على رؤيته للفريق اللي بيلعب قدامه. صحيح. مثلا اللاعب الفلاني بيبقى عارف تحركاته ايه من خبرته، هو متابع للرياضه زي ما قال لنا فريق يعني. صحيح. بيبقى قاعد في مكان معين عشان ياخد كادر معين بتحركات اللاعب. حسابات كتير قوي قوي قوي. فالموضوع طبعا مش سهل كده طبعا. برضو ده يرجعنا برضو للذاكره، بعيدا عن الرياضه في صور تانية كبيره كتيره جدا. صوره يعني ايه كانت بمناسبه عيد الام. صورة أنا مش هنساها برضو للمصور صحفي الأستاذ محمد يوسف الله يرحمه. كان صورها ودي فازت بجائزة مصطفى أمين وعلي أمين. كانت برضو من الصور المعبرة والمميزة جدا جدا جدا. فالصورة بالنسبة لنا بألف كلمة. صحيح. بجد صحيح. يعني يعني شيء رائع طبعا بالنسبة للصورة طبعا. طيب احنا هنستأذنك هنطلع فاصل سريع جدا، نرجع نكمل كلامنا عن كاس العالم وعن الجولة التانية وأيضا عن الماتشات اللي هتتلعب النهاردة بإذن الله. لكن فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضرتك على طول. مرة تانية بنرجع مع حضراتكم والحديث ما زال مستمر عن مونديال كأس العالم. وربما امبارح أيضا شهدنا مباراة مهمة جدا، المنتخب غانا مع منتخب كوريا الجنوبية، وكان في مفاجآت كتيرة من العرض الثقيل. خلينا نتكلم أكتر مع الناقد الرياضي الأستاذ عبد الله خاطر اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر. مرحبا بحضرتك مرة تانية يا فندم. أهلا بيك أستاذ مصطفى، أهلا بحضرتك. قول لي بقى، شفت إزاي هذه المباراة؟ لا، مباراة كبيرة جدا، مباراة عالمية بصراحة، مش مباراة ما بين فريق أفريقي وأسيوي، لا، أنا شفتها مباراة عالمية مميزة بين فريقين كبيرين. منتخب غانا قدر إن هو يتقدم بهدفين، خلاص كله توقع إن خلاص غانا يعني متسيدة الماتش وثلاث نقط في جيبها زي ما بيقولوا يعني بلغة الكورة. لكن ان كوريا الجنوبيه تعود في المباراه وتتعادل 2-2 ده يؤكد ان ما في، انت التقدم بهدف او بهدفين انت مش في مأمن لا خالص ده. لسه المباراه بدري. دي متعه كره القدم وهي دي الاثاره بتاع كره القدم اللي احنا بننتظرها.
لما كوريا الجنوبيه تتعادل 2-2 اعتقد ان كان خلاص طموحاتها هي المفترض او معنويا هي بقت فوق قوي، وغانا المفترض ان معنويا خلاص نزلت لتحت. لكن برضو منتخب غانا من المنتخبات الكبيره. ليه؟ لان منتخب غانا كل محترفين في انديه اوروبيه كبيره. صحيح. وده ميزه الاحتراف بجد بقى. المحليه حاجه والاحتراف حاجه تانية خالص. لما يكون اللاعب محترف وفي انديه كبيره بيتعرض لضغوط اكتر من كده بكتير، فالضغوط دي هي اللي بتولد لاعب دولي مميز كبير قادر ان هو يتعامل مع هذه المواقف الصعبه. منتخب غانا قدر انه يرجع في المباراه ويفوز 3-2. طبعا انا يعني شيء ولا في الاحلام ان احنا نشوف الاداء المميز ده من الافارقه. لكن اللي يعيب على الافارقه ان هم حاجه بطوله وبطوله لا، يعني مستوى مش ثابت، يعني مثلا زي المنتخبات الاوروبيه الكبيره يعني. طب بعيدا بقى عن بطوله وبطوله لا، انا عايز اسالك سؤال. في ناس بتقول اراء بتقول انه الافارقه بشكل عام المنتخبات او اللعيبه الافارقه احيانا لما بيحسوا ان هم متقدمين بيبقى خلاص بيرتاحوا بقى، او بيصيبهم الكبر او الغرور فالاداء بيبتدي يقل، على عكس مثلا المنتخبات الاوروبيه لما بيتقدموا ده بيزيدهم حماس مثلا. تتفق مع الراي ده ولا لا؟ بتفق مع الراي ده تماما، وده على مستوى الافراد كمان. يعني بنشوف مثلا لعيبه محترفين كبار جدا في الانديه الاوروبيه يمكن عقود بالارقام خياليه وارقام كبيره قوي، بتلاقيه نازل المباراه اللي بعدها بيقاتل كما لو كان عايز يثبت وجوده من جديد. مش خلاص ان هو عمل العقد اللي هو نفسه فيه وبتاع. في المقابل ده بنلاقي عندنا لاعب مصري مجرد انه بيعمل عقد معين او يروح الاهلي والزمالك خلاص بقى بدا ايه يريح، خلاص هو حس ان هو وصل لقمه المجد بتاعه او الطموح بتاعه. هناك الطموح لا يتوقف، وصل لنقطه معينه عايز يوصل للاعلى منها، وصل للسلمه دي عايز يوصل للسلمه الاعلى. فهو ده الاحتراف اللي في اوروبا غير الاحتراف اللي عندنا في مصر. ايه اللي مخلي محمد صلاح مختلف؟ العقلية. محمد صلاح كل يوم عنده طموح. صحيح. ولذلك نلاحظ ان محمد صلاح ايه؟ النهارده بيحقق رقم قياسي معين. المباراه اللي بعدها بتلاقي بنسمع رقم قياسي جديد، رقم قياسي كذا، فكل يوم عنده طموح جديد وحلم جديد. بالزبط. اتمنى ان اللاعب المصري كل يعني كل اللعيبه المصريين انه يكون عنده طموح وحلم جديد. ليه؟ ما يتوقفش عند نقطه معينه. التوقف عند نقطه معينه خلاص بتبدا ترجع. لكن ان انت نظرتك دايما لفوق وللاعلى اعتقد ان ده هو اللي يخلينا متقدمين ويخلينا موجودين في اعلى الاماكن بالنسبه طبعًا. للكره طبعًا. الاوروبيه. طيب ماتش البرتغال واورجواي، طبعا المنتخب البرتغالي يعني غني عن التعريف، يعتبر من اهم المنتخبات المشاركه في هذا المونديال، ولكن قيمته ازاي؟ قيمت ازاي ايضا المنتخب الخاص باورجواي بعد هذه المباراه؟ بص حضرتك، يمكن المنتخب البرتغال عنده خبرات كبيره قوي، لعيبه عندها خبرات، لعيبه واثقه من نفسها كمان، مش واصله لحد الغرور، لا في ثقه لنقطه معينه. انا شفت المنتخب البرتغال بيلعب بشكل متوازن بشكل كبير جدا دفاعيا وهجوميا، ولذلك نلاحظ ان منتخب البرتغال قادر ان هو في المباراتين انه يحافظ على دفاعاته بشكل قوي جدا. واجه منتخبين اقوياء، يعني اول مباراه كانت قدام غانا، المباراه الثانيه قدام اورجواي. اورجواي على فكره من المنتخبات برضو اللي مش سهله طبعا، لكن خبره اللعيبه وطموحهم اعتقد انه فارق بشكل كبير جدا معاهم، ولذلك ان هو من اول مباراتين قدر ان هو يتاهل لدور ال 16 بعيد عن اي نوع من المفاجات ومن اي حسابات. فانا شايف ان الخبره ليها دور، الثقه ايضا اللي ما توصلش لحد الغرور بيبقى ليها دور مهم جدا في انها تحقق النجاح المطلوب بالنسبه لاي منتخب. طيب هنروح ماتشات النهارده. في ماتشين بيتلعبوا، يعني خلاص احنا دخلنا في الوقت اللي بيبقى فيه ماتشين بيتلعبوا في نفس الوقت. في ماتشين قطر وهولندا وايضا الاكوادور والسنغال. شايف انه مين هيتاهل النهارده؟ خلاص احنا دي مباريات التاهل لدور ال 16. طبعا. شايف مين هيتاهل النهارده؟ مباراه قطر وهولندا، خلينا نقول انه قطر خلاص يعني مش هتتأهل. بس هل هنقول ممكن النهارده نشوف اداء للمنتخب القطري زي ما بيقولوا كده فور ذا ليجاسي، يعني حاجه كده يعني تفضل موجوده؟ هو المفترض بقى ان هو خلاص ودع البطوله، خسر اول مباراتين، ما عندوش حاجه يبكي عليها،
فالمفترض ان هو يقدم مباراه بقى النهارده للشهره بالنسبه له، او يقول يعني يقول حاجه، يعني يقول حاجه للعالم. مستمر، ايوه انا موجود. انا موجود، لكن ان هو يواصل الاداء السلبي بتاعه اعتقد ده طبعا مش في صالح بيزيد من الصوره الذهنيه بالظبط. فانا اتمنى من المنتخب القطري ان هو يقدم مباراه بقى كبيره، على اساس انه يلعب كره قدم، اللي هو ايه عايز يعني يوصل رساله للعالم كله، لا ان انا يعني اول مبارتين بس كان في لخبطه او في حاجه يعني معينه. لكن طبعا الفارق كبير جدا منتخب هولندا، وفي هولندا في طبعا حته منتخب لا في حته طبعاً. والمنتخب القطري مع احترامنا طبعا للاشقاء في قطر، اللي كنت اتمنى ان هم يكونوا في مكان افضل من كده بالنسبه للمنتخب، فهم ابعاد تماما. فانا شايف ان هولندا لا المباراه بالنسبه لها هتبقى سهله جدا جدا جدا، هيكون فوز مريح بالنسبه لها، وهتتاهل الدور القادم باسهل ما يكون. يعني مين اللي هيتاهل تحديدا؟ توقعاتك طبعا. لا طبعا هولندا طبعا في المباراه دي، هولندا طبعا هتتاهل. المباراه الثانيه. المباراه الثانيه من المباراه يعني السنغال والاكوادور، مباراه فيها يعني نديه كبيره جدا. بالظبط. لكن انا شايف ان فريق افريقي كبير وفريق لاتيني كبير، والاثنين طبعا السنغال انا شايف ان شاء الله هتكون هي الاقرب. منتخب السنغال على فكرة منتخب رغم غياب ساديو ماني، أنا شايف إن شاء الله ممكن يكون لهم دور مهم جدا في المباراة النهاردة، إن هم يقدروا يفوزوا بالمباراة. هي قريبة كمان. طبعا. فأنا شايف إن منتخب السنغال الأقرب، وأنا براهن عليه إن هو يوصل للدور القادم، وإن شاء الله يواصل المشوار بشكل قوي جدا وبشكل مميز. وده اللي إحنا بنتمناه كأفارقة، يعني إن إحنا عايزين الأفارقة فعلا يكونوا موجودين وبشكل كبير. طيب في كمان بقى في المجموعه الثانيه في ماتشين مهمين جدا، انجلترا ويلز، امريكا وايران. يعني الماتشين دول بقى موضوع هنا كبير قوي طبعا. ويلز مقدم اداء كويس جدا. طبعا. وانجلترا مش هنتكلم، يعني منتخب انجلترا مش هنتكلم، يعني دي مدرسه في حد ذاتها. ده هم اللي يعني هم اللي بداوا الكوره، يعني هم يعني الكوره يعني هم اللي انشاوا كره القدم، او هم اللي عملوها. فطبعا الانجليز اول مباراه لما فازوا على ايران 6-2، اعتقد ان هم وجهوا رساله للجميع ان الكره الانجليزيه عايزه تعود، وتعود بقوه جدا. صحيح. من خلال هذا المونديال منتخب انجلترا طبعا يعني غني عن التعريف. صحيح. عندهم اقوى دوري على مستوى العالم. فده طبعا انا متوقع ان انجلترا اعتقد ان هتكون بالنسبه لها مباراه سهله جدا، وهتحقق الفوز وتتاهل للدور القادم. نيجي بقى للمباراه الثانيه، انا شايفها يعني مباراه حربيه او مباراه عسكريه، مش مباراه كره قدم، ما بين امريكا وايران. فدي بتفكرنا بمباراتهم الشهيره اللي هي كانت سنه 98 في مونديال فرنسا. اعتقد برضو كانت من المباريات القويه جدا اللي قدرت ان ايران تفوز بها 2-1، لكن مع الفارق بقى امريكا في 98 غير امريكا في 2022. صحيح. امريكا انا شايف انها الاقوى، واللي هي اللي هتتاهل للدور القادم. على اي حال يعني في مفاجات كتير جدا لا نستبعدها على الاطلاق في مونديال كاس العالم في قطر. كل يوم بنتفاجئ بحاجات جديده، بنشوف منتخبات ربما لم تكن تخطر على بال احد ان هي تتاهل او تكبر، وبنشوف منتخبات كبيره جدا واسماء لامعه وكبيره جدا بتتراجع الى الخلف. على اي حال التحليل والرؤيه كانت بصحبه استاذنا الاستاذ عبد الله خاطر، ناقد رياضي، اللي شرفنا النهارده في استوديو صباح الخير. شكرا استاذ مصطفى. شكرا استاذ جمانه.